بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس كريم عبد الفتاح. هنبتدي النهارده نتكلم ان شاء الله على حاجه جديده خالص علينا، حاجه اسمها قاعده لوبيتال او اسمها لوبيتال رول. قاعده لوبيتال ديت لازم اخد بالي من حاجه، ان هي لازم المساله تجيل عباره عن ليميت. الحاجه التانيه ان المساله لازم تجيل عشان اشتغلها لوبيتال لازم تجيل عباره عن بسط ومقام. حتى لو المساله ما جاتش بسط ومقام لازم انا اخليها بسط ومقام، زي ما هنشوف في بعض المسائل اللي هنبتدي فيهم مع بعض دلوقتي. بستخدم قاعدة لوبيتال امتى؟ لازم اسأل نفسي السؤال ده. بستخدم قاعدة لوبيتال لما اعوض في مسألة الليميت والناتج يطلع معايا بزيرو على زيرو مثلا، او انفينيتي على انفينيتي، او انفينيتي موجب او سالب انفينيتي، او زيرو اس انفينيتي، او انفينيتي اس زيرو، او واحد اس انفينيتي، زي ما احنا شايفين كده الكلام ده قدامنا. ناخد اكزامبل زي ما هنشوف كده دلوقتي، واحده واحده كده معايا. ليميت لما اكس تقول لـ2 لاكس تربيع ناقص 4 على اكس ناقص 2، يعني احنا هنشيل كل اكس ونحط مكانها 2، يبقى 2 تربيع ب4، 4 ناقص 4 يطلع جميل 0، 2 ناقص 2 زيرو، يبقى الحل بتاعنا طلع 0 على 0. يبقى احنا ممكن نستخدم قاعدة لوبيتال. قاعدة لوبيتال دي بقى بتقول ايه؟ لما تجيلي المسألة عبارة عن بسط ومقام كده، بمسك البسط افضله لوحده وامسك المقام افضله لوحده، زي ما هنشوف دلوقتي. يعني اكس تربيع ناقص 4، التفاضل بتاع اكس تربيع ب2 اكس، والتفاضل بتاع الاربعة بزيرو. طب الاكس تفاضلها ب1 والاتنين تفاضلها بزيرو، فاللي هيتبقى معايا 2x على 1، اللي هي هشيل كل x واحط مكانها، يعني الحل هيطلع برافو برافو معايا ب4 زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن ناخد اكزامبل تاني على الكلام ده. ليميت لما x تقول لزيرو عشان ما نتلخبطش، لتان 3x على ساين 2x، يبقى احنا المطلوب مننا ان احنا نشيل كل اكس ونحط مكانها زيرو، يبقى تان 3 في زيرو بزيرو، يبقى تان زيرو على ساين زيرو. طبعا احنا عارفين ان ساين زيرو بزيرو، طب تان زيرو نعملها ازاي؟ تان زيرو ايكوال زيرو برضو. يبقى ممكن نستخدم قاعدة لوبيتال. نبتدي واحدة واحدة. ليميت لما اكس تقول لزيرو، تان 3 اكس التفاضل بتاعها تفاضل التان بسك تربيع، يبقى سك تربيع 3 اكس واضرب في تفاضل الزاويه اللي هو جميل 3. طب الساين 2 اكس التفاضل بتاعها بكوساين 2 اكس واضرب في تفاضل الزاويه اللي هو 2. طيب احنا عارفين ان السك هي مقلوب الكوساين، جميل. طب السك مقلوب الكوزاين، طب نبتدي كده نشتغل. يعني ممكن نقول 1 على كوزاين 0، ما هو كده كده عندك الاكس بزيرو، يطلع الناتج ب1، يعني دي طلعت كده ب1، وكوزاين عوض اكس بزيرو يبقى كوزاين 0 ب1، يبقى عندي 3 على 2، وتبقى المسألة بتاعتي خلصت. ناخد مثال تاني واحدة واحدة كده معايا. كوزين اكس ناقص نص على اكس ناقص باي على 3، وليمت اكس تقول لباي على 3. اول حاجة لازم اعرفها ان الباي دي بكام؟ ب180. 180 على 3 60، يبقى انا هعوض هنا كوزين 60. يلا بينا، يبقى كوزين 60 بتساوي نص، يبقى فوق في نص، ناقص نص ايكوال جميل زيرو. طب الاكس بكام؟ باي على 3، يبقى باي على 3 ناقص باي على 3 يطلع بزيرو. يبقى احنا عندنا اوبشن ان احنا نستخدم قاعدة لوبيتال. يبقى ليميت اكس لما تقول لي باي على 3، نمسك البسط نفضله لوحده ونمسك المقام نفضله لوحده، فهنقول تفاضل الكوساين برافو بسالب ساين. طب تفاضل النص برافو بزيرو، تفاضل الاكس ب1،
تفاضل الباي على 3 بزيرو، يعني اللي هيتبقى عندي في المسألة سالب ساين اكس. طب الاكس بكام؟ بباي على 3، يبقى ساين باي على 3 اللي هي 60 يساوي جذر 3 على 2، وفي نيجاتيف بره ما ننساهوش، يبقى الحل بيساوي نيجاتيف جذر 3 على 2 زي ما احنا شايفين كده قدامنا. ممكن ناخد مثال تاني يوضح الصورة أكتر، زي ما هنشوف ليميت لما إكس تقول لزيرو لإي أس إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس تربيع. يلا واحدة واحدة معايا كده، يبقى إحنا أول حاجة لازم نعوض الإكس بكام؟ بزيرو، يبقى إي أس زيرو. نجيب الإي إزاي الأول؟ شيفت لين، نجيب الإي نحط زيرو يطلع الناتج بواحد، يبقى إحنا عرفنا إن ده طلع بواحد ناقص زيرو ناقص واحد، يعني اللي فوق كله طلع بزيرو على زيرو. يبقى احنا ممكن نشتغل ازاي؟ نفاضل البسط لوحده ونفاضل المقام لوحده. يلا واحدة واحدة، اي اس اكس التفاضل بتاعها هي نفسها في تفاضل اسها، تفاضل الاكس بواحد. طب تفاضل ناقص اكس بناقص واحد، وتفاضل الناقص واحد بزيرو. اكس سكوير تفاضله 2 اكس، يعني اللي هيتبقى من هنا واحدة واحدة كده معايا اي اس اكس ناقص واحد على 2 اكس. تعال نعوض اكس بكم؟ بزيرو، يبقى اي اس زيرو بواحد ناقص واحد زيرو. طب تحت ده زيرو برضه، ده الحل طلع بيساوي زيرو على زيرو. يبقى احنا ممكن نفاضل تاني، يبقى قاعدة لوبيتال اللي بيميزها ان الناتج لو ما طلعش من اول مرة ببتدي افاضل البسط تاني وافاضل المقام تاني لحد ما يطلع عندي قيمة ابتدي احلها. يعني اي اس اكس التفاضل بتاعها باي اس اكس، تفاضل الواحد بزيرو، 2 اكس تفاضلها ب 2. يلا نعوض اي اس زيرو بواحد، يبقى الحل يطلع نص. في مشكلة في الكلام ده؟ يعني احنا قاعدة لوبيتال لو المسألة ما اتحلتش من اول تفاضل يبقى احنا عندنا الاوبشن ان احنا نفاضل تاني، عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. ممكن ناخد مثال تاني، يلا واحدة واحدة. ليميت لما اكس تقول لانفينيتي او لما لا نهاية زي ما احنا شايفين، لتلاتة اكس تربيع زائد خمسة اكس ناقص سبعة على 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1. نعوض انفينيتي زائد 5 في انفينيتي بانفينيتي، يعني انفينيتي كتير ناقص 7 انفينيتي، واللي تحت انفينيتي، يبقى الحل طلع معايا انفينيتي على انفينيتي. يعني نمسك المسألة نبتدي نفاضلها ونقول 3 اكس تربيع تفاضلها 6 اكس زائد 5 اكس تفاضلها 5، والسبعة تفاضلها بزيرو. نمسك المقام 2 اكس تربيع تفاضله 4 اكس ناقص 3 اكس تفاضلها ناقص 3، والواحد تفاضله بزيرو. نبتدي نعوض ونشيل كل اكس ونحط مكانها ما لا نهاية، 6 في ما لا نهاية بما لا نهاية زائد 5 يبقى برضه ما لا نهاية، 4 في ما لا نهاية ناقص 3 يبقى ما لا نهاية. يبقى احنا عندنا ان احنا ممكن نفاضل تاني، 6 اكس تفاضلها 6، طب الخمسة تفاضلها زيرو، 4 اكس تفاضلها 4، التلاتة تفاضلها زيرو، يعني الحل طلع 6 على 4 او 3 على 2. هو طبعا نفس الكلام عشان على الاتنين، عشان الناس فاهمة انا بعمل ايه. ناخد مسألة فيها فكرة كده شوية، ليميت لما اكس تقول لما لا نهاية، لين اكس تربيع زائد واحد على لين اكس تكعيب زائد واحد. واحدة واحدة بقى، احنا طبعا عارفين ان تفاضل اللين، نعوض الاول، لين ما لا نهاية بيساوي ما لا نهاية، لازم تعرفوها ديت. لين بعوض بما لا نهاية، لين ما لا نهاية بما لا نهاية، وتحت برضه ما لا نهاية. يبقى احنا نبتدي نشتغل قاعدة لوبيتال بتساوي ليميت
لما اكس تقول لي ما لا نهاية، يلا نبتدي نشتغل، تفاضل اللين بواحد على اللي جنب اللين فيه تفاضله، تفاضل اكس تربيع باتنين اكس، لازم تحفظوه وتقولوه كده زي ما انا بقوله، تفاضل اللين اللي تحت بقى واحد على اللي جنب اللين فيه تفاضله، تفاضل اكس تكعيب بتلاتة اكس تربيع. بقى عندي المسألة زي ما احنا واخدين بالنا، اتنين اكس على اكس تربيع زائد واحد على تلاتة اكس تربيع على اكس تكعيب زائد واحد. في قاعدة بتقول ان احنا ممكن نقلب علامة القسمة ديت ضرب، صح الكلام، ونقلب اللي بعدها. وفي قاعدة تانية بتقول ان احنا ممكن نمسك ده كده اللي هو المقام بتاع البسط وننزله تحت، وناخد المقام بتاع المقام نطلعه فوق. يعني اللي هيظهر عندي دلوقتي هو 2x في x تكعيب زائد واحد على x 3x تربيع، هضربها في x تربيع بلس 1. ما ننساش ان هنا في ليميت لما x تقول لكام، لما لا نهاية، لما لا نهاية عشان ما نتلخبطش، بما لا نهاية. نعوض الأول، ممكن قبل ما نعوض نضرب كده 2x في x تكعيب، يلا واحدة واحدة، ب2x أس 4، 2x في 1 ب2x على 3x تربيع في x تربيع ب3x أس 4، 3x تربيع في 1 ب3 اكس تربيع. لو جينا عوضنا بما لا نهايه، ما لا نهايه اس 4 بما لا نهايه زائد 2 في ما لا نهايه ما لا نهايه، يعني الحل هيطلع، يبقى احنا ممكن نمسك ده هو هو، نفضله تاني ونقول ليميت اكس لما تقول لي ما لا نهايه، ونبتدي نفضله ونقول 2 اكس اس 4، التفاضل بتاعها واحده واحده كده ب8 اكس تكعيب زائد 2، 2 اكس بتفاضلها ب2، 3 اكس اس 4 التفاضل بتاعها ب12 اكس تكعيب زائد 3 اكس تربيع التفاضل بتاعها ب6 اكس. تعالوا نعوض، لو جينا عوضنا ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان طلع برضه بما لا نهايه على ما لا نهايه. طب ايه الحل؟ افاضل تاني، مش هوقف تفاضل غير لما تطلع لي قيمه. يبقى ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهايه على، يلا المساله بتاعتنا 8 اكس تكعيب التفاضل بتاعها ب24 اكس تربيع، يلا واحده واحده. طب تفاضل الاثنين بصفر، نخش على المقام 12 اكس تكعيب التفاضل بتاعها، بنزل الثلاثة واضربها في ال 12 يعني 36 اكس تربيع، وتفاضل ال 6 اكس برافو ب6. يلا واحدة واحدة نعوض، صدقوا لو جينا عوضنا هيطلع الناتج برضو بما لا نهاية على ما لا نهاية. نعمل ايه تاني؟ برافو عليكم، يعني نعمل ايه؟ نفاضل، يلا واحدة واحدة كده نفاضل مع بعض. لو جينا فاضلنا مع بعض نكمل كده المسألة، يبقى ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهاية، نفاضل البسط لوحده يطلع 24 اكس تربيع التفاضل بتاعها ب48 اكس. طيب 36 اكس تربيع التفاضل بتاعها ب72 اكس زائد الست تفاضلها بزيرو، يعني احنا ممكن نشيل الاكس دي مع الاكس دي، الحل بتاعنا يطلع بيساوي 48 على 72. يعني ممكن لو عايزين نبسطها، طبعا هنبسطها، هو ممكن احنا نسيبها كده 48 على 72 ويبقى ده هو الحل بتاعنا. ممكن ناخد مثال تاني مع بعض كده. المثال جاي لي بيقول تفاضل
اكس لما تقول لي زيرو لاكس لين اكس. ايه ده؟ هو مش انت لسه قايل لنا ان تفاضل بتاع اكس لين اكس ديت او الاوربيتال ما بتجيش غير في المساله غير في بسط ومقام، صح الكلام كده؟ يبقى احنا لازم نغير المنظر اللي قدامنا دوت ونخليه بسط ومقام. فممكن مثلا نقول ليميت لما اكس تقول لي زيرو، ممكن ننزل الاكس دي تحت بس هننزلها بواحد على اكس، فاهمين؟ عشان المقام المقام لما يطلع بسط يبقى احنا ما عملناش حاجه في المساله. ناخد بالنا قوي من الحركه ديت. طب احنا عارفين ان لين زيرو بكام، ممكن نعملها يطلع بكام لين زيرو وواحد على زيرو بكام، يبقى انت هيطلع عندك الناتج بانفينيتي على انفينيتي. نبتدي نفاضل تفاضل اللين اكس بواحد على اكس على، ما هو تفاضل اللين بواحد على اللي جنب اللين في تفاضله زي ما احنا كنا واخدين في المسألة اللي فاتت. طب واحد على اكس دي مش واحد على اكس ديت اللي هي لو نفتكر كده ان هي اكس اس نيجاتيف 1، صح الكلام؟ طب نفاضل اكس اس نيجاتيف 1 دي ازاي؟ كنت بنزل الاس اللي هو ناقص واحد واطرح منه واحد، مش كده الكلام؟ يعني هيتكتب هنا ناقص اكس اس ناقص 2 وليمت لما اكس تقول لي 0، وهنا هنا في 1 على اكس. مش 1 على اكس دي احنا ممكن نكتبها مثلا باكس اس سالب 1 على سالب اكس اس سالب 2 وهنا ليمت لما اكس تقول لي 0. طيب الاشاره هنا اكس اس سالب 1 مش ممكن ننزلها تحت باشاره مخالفه؟ طب الاكس دي اس سالب 2 مش ممكن نطلعها فوق ديت باشاره مخالفه برضو، صح كده؟ يبقى دي اكس تربيع ودي ناقص زي ما هي. نلاقي ان التربيع راح مع الاكس دي، يتبقى عندي في المساله سالب اكس. الاكس بكام عندك؟ بزيرو، يبقى الناتج هيطلع بزيرو زي ما احنا واخدين بالنا كده. وناخد بالنا من قاعده لوبيتال كويس قوي عشان بتساعدنا في الحل، ويا رب اكون قدرت افيدكم باي معلومه. كان معاكم المهندس كريم عبد الفتاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.